أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. كشف مصدر أمني من محافظة بابل عن حقيقة صورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لعجلة تحمل جثثا قيل بأنها مجهولة الهوية. وقال المصدر إن شرطي مرور قام بإيقاف عجلة من نوع بيك أب حمراء اللون تحمل جثثا بطريقة مروعة ومفزعة في وسط محافظة بابل. المصدر أضاف بأن التحقق من المعلومات اتضح بأن سائق العجلة يحمل مستمسكات أصولية وهويات معرفة عن الجثث وشهادات وفاة، وهو بالأساس يعمل دفان، وكلف بمهمة دفن جثث الموتى على اعتبار أنهم مجهولو الهوية. وذكرت بعض المصادر بأن الجثث يعود تاريخها إلى أكثر من عام في ثلاجة الموتى ولم يراجع أحد من ذويهم عليها، ووفق القانون يتم تسليم الصحة بأمر من القضاء بعد موافقة أمنية بذلك، ومن ثم لمتبرع يقوم بالدفن. إلا أن طريقة النقل لاقت استهجانا شعبيا كونها لا تنم عن جانب إنساني وشرعي. وأفاد عراقيون ومدونون بأن السائق أبلغ شرطي المرور بأنه قد طلب من صحة بابل إحضار سيارة إسعاف، ولكن دائرة الصحة اعتذرت عن عدم وجود إسعاف لمثل هكذا حالات، ولا توجد سيارة خاصة لنقل الموتى. وبحسب نشطاء فإن السيارة تستلم بين فترة وأخرى مجموعة من الجثث مجهولة الهوية ويتم دفنها على هذه الطريقة. يذكر بأن مسؤولين حكوميين أكدوا في وقت سابق اختطاف قرابة 8000 مواطن عراقي من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وشمال بابل ومناطق مختلفة على يد الميليشيات المرتبطة بإيران. بعيد اشتداد العمليات العسكرية في هذه المحافظات. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت في العراق بكثرة وتفاعل معها عراقيون. نشاهد كيف بأن هذه السيارة، سيارة البيك أب، تحمل الجثث. نشاهد أرجل الموتى، 9 جثث في سيارة. يعني للأسف وصل الحال في العراق بأن يكون حال الجثث، حال الإنسان بهذه الصورة، أن يحمل بهذا الشكل وبهذه الصورة. طبعا يعني لا هم أكرموا الموتى بدفنهم بشكل صحيح، ولا هم راعوا الأحياء في الشوارع. يعني نساء وأطفال يشاهدون وهم يسيرون في الشارع يشاهدون هذه الصور المفزعة. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي الغاضب من هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. من التغريدات يقول الصحفي العراقي عثمان المختار، يقول جثث مكدسة بأكياس سوداء وسط الشارع بمدينة الحلة جنوبي العراق هذا اليوم، يقول لا حرمة للأموات ولا للأحياء في هذا البلد، أما كيف ماتوا وأين أهلهم ومن هم ولماذا يتم نقلهم بهذا الشكل اللا إنساني وأين سيارات وزارة الصحة، فهو ما سيشكل الكاظمي لجنة تحقيق جديدة حوله كالعادة. أما عمر فيقول هكذا ينقلون الجثث في بابل بأمر الطب العدلي، المرور يسألك ها شنو شايل، تلقى جثث، يقول عادية كلش. لا تستغرب أنت في العراق في ظل حكم الأحزاب الفاسدة. أما أحمد فقال خلال الساعات القليلة الماضية تم العثور على 3 جثث مجهولة الهوية في بابل، وجثتين محترقة في محيط كربلاء، وجثة مقطعة ومحروقة في محافظة واسط قرب نقطة أمنية
يقول سيطرة مرتزقة إيران على ملف الأمن والقضاء أو سيطرة مرتزقة إيران على ملف الأمن والقضاء نتيجتها جثث مجهولة الهوية ويفلت الإرهابيين من الحساب. تغريدة أخرى يقول فيها المرور يوقف سيارة مدنية تحمل جثث مجهولة الهوية في محافظة بابل. يقول أني سامع بسيارة شايلة رقي لو صناديق بيض وتفتر، مو شايلة جثث وتفتر براحتها بالشارع. العراقي يقول العراق بعد وين راح يوصل؟ نعم طبعا الصور، نعم هذه الصور، وسوف نأتي تباعا على يعني تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور. معنا من بابل عبد الرزاق. عبد الرزاق أهلا بك، هل شاهدت هذه الصور؟ شفت الصور؟ هاي البيكم الحمراء اللي تحمل 9 جثث يقال بأنها مجهولة الهوية. طبعا رجلين الجثث طالعة، حاطيهم بأكياس سوداء ورجلينهم طالعة. نعم عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. دكتور عمر، هذا المنظر وهذا المشهد هو دليل كافي على أنه العراق لا توجد فيه دولة أو حكومة اللي تقودها هي ميليشيات وعصابات وأحزاب. وهذا المشهد الغير مألوف في شوارع محافظة بابل صراحة خلق نوع من الغضب والهستيريا في نقل الجثث بسيارة مكشوفة. يعني أسأل سؤال، يعني الحكومة ما عندها سيارات خاصة تفتر الجثث؟ وين سيارات الأسعار؟ زين يعني التابوت ماكو ينقلون به الجثث هذه؟ شنو هذا المنظر الغير إنساني؟ يعني صراحة اليوم يعني كشفوا عن حقيقتهم بأنه ناس ما يحملون أي ضمير إنساني، ما عندهم أي إنسانية. اللي ينقل جثث بسيارة مكشوفة يمرها عينات مدنيين، هذه الأطفال يعني شو راح تخلق من عندهم مصيبة بالمستقبل؟ أنت راح تخلق أجيال مجرمة اللي يشوفون هيك الجثث بالسيارات مكشوفة. يا أخي أنت إذا شوف لك جفار يحمل اللحم سيارة يعني تفسد وتشبس، فكيف إذا أموته وين حرمة الميت؟ يعني عجيب، لا حرمة للميت، لا يحترمون لك الإنسان الحي. يا أخي وإحنا وين عايشين؟ ما تقول لي وين عايشين يا أخي. يعني صراحة خرطها يعني طلع عن وضع تدمر، لأنه دولة ناس يعني صراحة يحملون روح وحشية. زين نعم. أخي عبد الرزاق يعني عبارة جثث مجهولة الهوية ونقلها بهذه الصورة البشعة والمخزية جدا يعني في العراق، وعلى أساس العراق يعني بلد أغلب مسلمين، يعني هذا ما نشاهده في أي بلد في العالم. ربما نشاهده في الأفلام أو في معارك، ربما في معارك في أرض المعركة مثلا. زين أنت قلت هذا يدلل بأنه ليس وجود لدولة حقيقية. بال 2020 تم دفن 500 جثة، بال 2019 تم دفن 492 جثة. شنو الفيلم برأيك؟ يعني هذا الفيلم أنه كل فترة تطلع عنا جثث مجهولة الهوية، مين إجوا ذولا؟ نزلوا من الفضاء؟ منين إجوا؟ ما عندهم أهل؟ أخي عبد الرزاق. نعم دكتور عمر، سواء تكون مجهولة الهوية معلومة الهوية، هو إنسان. نعم. المفروض يحترم هذا الإنسان. يحترم الإنسان سواء يكون حي أو ميت يا أخي. لكنه هذه الطومة اللي حقوة العراق يعني صراحة ما عندهم أي ذرة إنسانية. دول يتمرون بأوامر خارجية لقتل العراقيين وسحق العراقيين، وهذا ذكر دليل كافي بانه هم قتلة ومجرمين على. وهذه رساله حقيقه دكتور عمر. هذه رساله مقصوده. نعم. هذه الاظهار في الوقت هذا هي رساله مقصوده. وهي شنو المقصود منها؟ الاسياتهم، من اسياتهم هذه رساله للعراقيين، واظهار في الوقت هذا هذه رساله مقصوده. انا حسب تحليلي ومعرفتي بان هذه رساله مقصوده من قبل السياسيين ومن قبل الأوامر اللي تجيهم من أسياك من الخارج لإرعاب الشعب العراقي. يعني تقصد له شنو؟
الايام الجايه يا دكتور عمار قبلها بالمصائب. نعم قبلها بالمصائب، ونسال الله ان يحفظ العراق والعراقيين وتحياتي له. اني اشكرك اخي عبد الرزاق من بابل. معنا ناصر من بغداد. ناصر، شفت هاي الصور بيك اب بابل تشيل 9 جثث طالعة رجليهم قدام الناس قدام العالم، لا حرمة للميت ولا حرمة للأحياء، ويجيك ويقول لك والله هاي مجهولة الهوية. زين منين جتي هاي؟ رأيك بالموضوع أخي ناصر. مرحبا أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك أستاذ عمر. هذا الموقف وكان يفترض أول ما يدين هذا الموقف رجال الدين يطلعون بيان ويدينون هذا الموقف. نعم. احنا مو بحاجة الى معاسي، يعني هذا الموقف مأساة علما للعراقيين. احنا نريد افراح لو نريد مأساة، ويعني مع الاسف انه رجال الدين موقفهم غير واضح استاذ عمر، غير واضح على الاطلاق. كان يفترض انه هذا يدان قبل المواطن، انت وانا ندين هذا الموقف. هذا موقف مشين معيب، عوائل تتفرج عليه. بس هم شنو الغاية مالتهم؟ غاية مالتهم يقول للعراقيين او يقول للغير طائفة هذا مصيركم، انه تدفنون باماكن مجهوله وتدفنون اهلكم ما يدرون بكم. احنا نفترض انه هذا ابو البيكم مجهول، شنو يفترض؟ شنو يفترض؟ ذي بحاجيات هو؟ لا، يعني هذا مفروض يعاقب. اول شيء يعاقب اداريا، بعدين يعاقب اخلاقيا. رجال الدين مفروض يصدرون بيان ويدينون هاي الحاله، بس هي هاي ميليشيات. زين، يعني ابو يعني انا متوقع ناصر عبد الرزاق قال هاي الصوره. نعم. ما جت اعتباطا، يقول لك هاي رساله. نعم. للشعب العراقي. أي يعني انا هم سايق السياره. نعم. سايق السياره. نعم. هو قايل لابو المرور، قال انا رجال متطوع وراح اروح ادفنهم واستلمتهم هاي الاوراق الرسميه. قال. نعم. طلبت بسياره اسعاف تحطهم بتوابيت، قال لهم ما عندنا سياره. معقوله وزاره الصحه دائرة الصحة بابل ما عندهم سيارة إسعاف أو توابيت يأخذوها من الجامع من مسجد ويروح يدفنوهم؟ يعقل هذا الشيء؟ حتى لو عندهم ما يزودوا السيارة، هم يعطوهم مكشوفين حتى الناس تتفرج عليهم. هم مخليهم من أجل التهريج، يعني مخليهم مثل مثلا مكرم السامع يستهرج. نعم، إنه هذا البلد وين يصير؟ يعني انا اقول لك استاذ عمر، العراق على الهاويه على هاي المواقف اذا ما كان تدان من قبل الدوله ومن قبل رجال الدين. نعم، وانا اشكرك استاذ عمر. انا اشكرك ناصر من بغداد كان معنا. ابو عبد الله من صلاح الدين. ابو عبد الله مرحبا بك. شفت الصور، صور مؤلمه، صور اثارت غضب واستهجان العراقيين. رايك في الموضوع ابو عبد الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك استاذي. هاي الصور هو هذا بكم من متطوع المجهولة الهوية. نعم، زين أوراق هذا بالسيارة شنو هو؟ دفان؟ دفان. نعم، إذا دفان أوراق أي بحسب دفان المصدر الأمني دفان. نعم دفان، وعند كل المستمسكات على أساس بحسب ما تم تناقله طبعا. المستمسكات أقدر أطلع مستمسكات من المريدي. أقدر أطلع مستمسكات ما دفن. نعم عمي مرحبا عليك. هذا نفس الشغل ما داعش شفته عني بعيني. أنا شفت بعيني الدواعش يعلقون المنتسبين، يعلق بوابة الحويجة، يعدموا يعلق بالبوابة مع الحويجة، يدي يرحب العالم أرهاب للشعب العراقي. وهاي نفس الحالة، هذا عمل أرهابي، عمل جبان، عمل خسيف، يرهبون بي الشعب ويرهبون بي الشارع. ويقول لك إكرام الميت دفنة، إكرام الميت دفنة، ميت تلقى بالبدي. بس رجال الدين عندنا هو إذا حبست الدنيا هم رجال الدين. هم يبقى حد دمر من ينطي فتوى بكيفة، كل من يشرح بكيفة، ما في رجال دين عمي. نعم. الدين بريء من هيك الشكولات، يجي لا في عمامته أو يطلع على المنبر ينقص حتى المنبر. نعم فورويل أرجع على المصدر مالك إلا مين. نعم هي رسمي يمثل القانون، والله يقول لي والله مع الاسف انه وصل الحال على المرور. لو شال الحاجه، وما حط عليها شادر او ابو سياره ما حط عليها شادر يحاسبه. هاي نفس الشكل الهويه ابو السياره الفور ويل شنو تطلعها؟ نعم المنتج على جهه
ابو المرور والقانون ماله مو يطبق على الفقير. نعم. انا اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين. ابو عمر من بغداد، ابو عمر رايك بهذه الصور المؤلمه، صور نقل جثث بسياره بيك اب في بابل. مرحبا بك ابو عمر. اهلا بك ابو عمر. وكل حياك الله. الرحمه وكل الرحمه لشهداء العراق الذين تقتلهم الميليشيات والجمر الارهابيه من قبل قيادات وميليشيات سلطه الاحزاب. بالنسبه لهذا مسلسل قتل العراقيين اللي تاخذهم الميليشيات واحزاب السلطه واللي قاعد تقتلهم من الانبار او محافظاتنا بدياله او بنينوى وكل المحافظات اللي موجوده عندنا هي من يداهمون هذول الناس ويطبون على عوائلهم وياخذون شبابهم بعد من هاي المناطق يودوهم مناطق اخرى وسجون اخرى. زين القضاء شلون سمح بهذا الامر؟ اكو شيء اسمه فحص دي ان اي، يعني ماكو شيء اسمه مجهول الهويه اليوم في العلم الحديث. ماكو اكيد استاذ. شلون لعد ينكتب عليهم مجهول الهويه ويندفن وينقل بهذه الصوره البشعه؟ يعني اجلكم الله وحيش الطيبين وحيش الميتين، انه حتى اذا غنم ما ينشالهم بهذه الطريقه. يعني طالع رجليهم الناس تشوف، سببت حاله من الرعب عند العراقيين خاصه في محافظه بابل اللي من السيارات اللي شافت عوائل واطفال ونساء، والنوب انتشرت من منصات التواصل الاجتماعي، الناس مرعوبه يقول لك شنو هاي الوضعيه. نعم ابو عمر. استاذ هو بالنسبه نعرف دور الميليشيات يعني قتله امام العالم، يعني كثير من شبابنا يعني اذا كانوا يعتقلوهم من دورهم او يقتل ينشرهم، صار التظاهرات اللي صارت عندنا بمغزرات والمحافظات، هاي مسلسل الدم القتل يعني من الميليشيات عندهم في مساله طبيعيه، لانهم ناس متعودين على قتل الشعب العراقي وتدميره. فهاي الامور احنا لو كانت عندنا وزاره فيها يعني ما في معقوله من نشوف يرجعونا لايام الطائفيه اللي كانت من يقتلون شبابنا واللي يقتلوهم ورا سده وكل هاي المناطق اللي كنا نعرف بيهم، من كان تجي القوات الامنيه وتشيلهم بالبيتامات وتوديهم الى طب العشري. فهذا المسلسل لانه يعني مثل نقول يا العراقيين احنا موجودين ونرجع نقدر نرجع القاسيه ونقدر نقتل كل شيء نسوي، ويشوفون هاي القتله اليوم اللي موجودين باكر هم نقدر نشوفكم، لكن ما يجدون اراده الشعب العراقي استاذ عمر فاقوى من هذا، والشعب عرف بانه هذول ناس احزاب قتله تدمير الشعب، واللي ما يعرفون لا الرحمه ولا الديانه، وناس كلهم جويين ليس حب بالعراق بس قتل الشعب العراقي. ومهما يكون مهما يكون فاراده الشعب العراقي لابد ان تجيهم وتحاسب هذول القتله وكلمة أنه سبب دماء العراقيين. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. معنا أبو مصطفى من بلجيكا، تفضل أبو مصطفى أهلا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله أستاذ عمر أشرف بك. الله يسلمك، الله يخليك ويحفظك. الله يحفظك. والله يا أخي يعني إحنا نشوف 2004 و 2005 رجعت شلون يعني مثل بدايتها، يعني هم كانت هيك هم كانت هيك يجيبون الجثث المجهوله، لكن هسه هي معروفه هاي الجثث، هي ما دام بابل يعني معروفه هي من جرف الصخر، من سجن جرف الصخر. نعم. يعني هم اللي يصفون بالمكون واحد، هو معروف هذا الشيء. مع احترامي لاخواننا الشيعه. نعم. وهي هسه مع الاسف صارت سنه وشيعه، واحنا شعب واحد، واني اصلا يعني انا رجل سني متزوج شيعيه. نعم. ما كان عندنا احنا الخال وابن الاخت. نعم. اجوا هذول الاحزاب بدون قاعده شعبيه، هذا الشعب العراقي المسكين القلب طيب ضحكوا عليه. نعم. وبداوا يقتلوا، بداوا يجوعوا، بداوا يسيطرون عليه، يعني ايش وقت يشبعون؟ ايش وقت يشبعون فلوس وايش وقت يشبعون قتل؟ زين دلالات هذه الصور يعني على الاقل على الاقل انه تتغطى بشادر، ما معقوله من تطلع هيج قدام الناس، شنو ممكن واحد يفسرها؟ والله هو ارهاب، ارهاب للشعب العراقي سنة وشيعة. نعم. وخصوصا حاليا الان لان هددهم مقتدى الصدر
وصارت اختلافات بيناتهم طبعا على الكعكه، هم ما يختلفون على ولد الشعب. نعم. مع احترامي يعني للسيد. سيد الرجل العراقي. نعم. واحترم موقفه، لكن وين الفائده وينها؟ الفائده للشعب وينها؟ سنه وشيعه. نعم. فيا اخي هذا توقيتها الان هو ارهاب الشعب العراقي سنه وشيعه. نسال الله ان يحفظ العراق وشعب العراق. انا اشكرك ابو مصطفى. نعم ابو مصطفى. عمر استاذ عمر بس نعم. مداخله فضل بسيطه فضل. احنا ما ننسى انه ذول الاحزاب ترى هم يعني منفذين يعني هم نعرفهم احنا كل زين، هم تابعين للحرس الثوري الايراني والعراق كله يدير الحرس الثوري الايراني. نعم انا اشكرك ابو مصطفى من بلجيكا كان معنا. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الصور على منصة فيسبوك. طبعا كان التفاعل كثير وأكثر على فيسبوك، وكانت يعني التعليقات كثيرة جدا ومعبرة عن غضب جماهيري، ومنهم من قال، دعونا نتابع بعض هذه التغريدات. أم كرم تقول لهم خلي لك توابيت واحد فوق الثاني، هم قدسية للميت وهم احترام للبشر، هيك اللي يموت بعد ما حد بحاله. علي يقول بلد تايه وشغلته تعبانه كلش. اما حسام فيقول المفروض يتم نقل الجثث بواسطه عجله نقل الجثث وهي موجوده لدى وزاره الصحه، واعطاء حرمه للميت. هل توجد اهانه للبشر اكثر من هذه يا عراقيين؟ اما احمد التميمي فيقول او الجواد قال هو احنا حكومتنا تحترم حياه الاحياء حتى يحترمون الاموات. أم آمي تقول صدق كذب، شنو شغلهم دائرة صحة بابل تتساءل، وإذا مجهولي الهوية مو بشر قابل لهالدرجة، ماكو إنسانية، المفروض المحافظ يتخذ إجراء قانوني ضد دائرة صحة بابل. نرجع على تغريدة أخرى أو هذه الصور مثل ما شاهدنا قبل قليل، نقل الجثث. نعم نعم أحمد يقول هاي مخلفات حكم الأحزاب، وزارة الصحة وميزانياتها الانفجارية، ما عندهم سيارة تنقل الجثث وتحفظ كرامة الإنسان، يتساءل أحمد التميمي. نعم معنا اتصال محمد من أمريكا، تفضل محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. عمر عمر. نعم هو الحي ما يحترمه عجل الميت رحمة الوالديك، من 2003 جابوها تكلم بالعالم يدفنوهم ويعرفوهم كل زين. كفيلك الله هاي رسالة نستنى، ليس للهاي نستنى، كفيلك الله يقول لك هذا مصيركم هيجي هيجي يشيركم بالبقيات مال البيكامات. والله العظيم والله العظيم اليهود يترف العدوم يحسون على اليهود، عم اليهود ما سواها، كفيلك الله يدعون بالإسلام يا إسلام، دولة عمي بريء منهم الإسلام، كفيلك الله، وهذول كلهم ولاهم لإيران، كفيلك الله دولة الحرس الثوري الإيراني. والله العظيم هاي رسالة للشعب العراقي يقول هذا هيك مصيركم، والله العظيم دمرون البلد، والقرآن هي مناطق السنية كلها يأخذوها يقتلوهم ويذبون، يقول لك هجول الهوية، كفيلك الله على بالبيكا من عندهم من جماعتهم من الميليشيات طبعا الحرس الثوري الإيراني، الحشد مال الحشد. وين أبو الإصلاح؟ مقتدى أبو الإصلاح أبو عمامة وينه؟ مو تابعين على الصحة هو مسؤول على الصحة؟ هيك الموت يشالون؟ وين الإسلام يا إسلام هذا؟ وين أمة محمد؟ وينهم؟ خلي شوفون الدول العالم كله، شوفون جبتوا لنا ذول الحسالة يحكمون العراق، الله ينتقم عليكم، جاء الله هو الله، عمي مستهين كفيلك الله مستهين باسم الملاهي، وشوف الحشاش بلبنان الدعارات مالتهم، هاي حنان الفتلاوي وغيرها وغيرها، كفيلك الله محمد من أمريكا كان معنا. طبعا رسالة على الواتساب يقول فيها أبو يوسف من الدنمارك يقول تحية طيبة لك أستاذ عمر، يقول صور نقل الموتى بهذه الطريقة إنما يدل على الاستهتار بأرواح العراقيين، يقول هؤلاء المغدورين سيتم دفنهم بحفرة جماعية ويقال عنهم جثث مجهولة الهوية. يقول أستاذ هؤلاء إما من ثوات تشرين أو من السجناء المظلومين أو من المختفين قسريا، نسأل الله السلامة للعراقيين. تحية لك أستاذ عمر، شكرا لك أبو يوسف من الدنمارك. طبعا للتذكير بأنه في عام 2020 تم دفن نحو 500 جثة قيل بأنها مجهولة الهوية في ظروف غامضة دون الكشف عن مكان العثور على تلك الجثث أو ملابسات وهوية
الضحايا، وهذا في وقته كذلك أثار جدلا واسعا. الأمر ليس فقط في 2020، نحن نتحدث عن تقارير موثقة بال 2019 هم تم دفن حوالي 400 جثة تحت مسمى مجهولة الهوية، وتم دفنها في مقابر عدة منها في كربلاء وفي النجف كذلك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، لدينا الكثير من الملفات نناقشها معكم اليوم. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. إلى معاناة مرضى السرطان في العراق، نسأل الله أن يشفيهم. تداول ناشطون عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر الازدحام الكبير في مستشفى الأورام السرطانية في العاصمة بغداد، وأكد الناشطون بأن وجود مختبر واحد للتحاليل في المستشفى لا يمكن أن يستوعب أعداد المصابين بمرض السرطان الذين يتعرضون لمعاناة كبيرة ويضطرون للتوافد من محافظات بعيدة إلى العاصمة بغداد لإجراء التحليل وتلقي جرعات العلاج في ظل نقص بأعداد المستشفيات المتخصصة بعلاج الأورام السرطانية في البلاد. وأعرب عدد من المصابين بمرض السرطان في مقاطع مصورة سابقا بأن المشكلة الرئيسية هي عدم توفر العلاجات والأجهزة الحديثة، مشيرين إلى غياب الدعم الحكومي بكافة أشكاله، وأكدوا بأنه لا توجد مستشفيات جيدة تستقبل المرضى ويتم إهدار الأوقات بإجراء التحاليل لأخذ العلاج، ولكن المفاجأة تكون عند وصول الموعد المحدد لهم بعدم وجود الجرعة ويتم إخبارهم بوجوب شرائها من خارج المشفى. دعونا نتابع هذا المقطع. ناشد الناس الخيرة، شوفون مستشفى الأورام، شوفون كمية الناس على مختبر واحد، يعني تحليل واحد لهاي الناس كلها تنتظر سرة اللي بيهم سرطان على تحليل، غرفة واحدة للتحليل بس. زين هاي الناس والعالم شلون وش وقت تخلص، شو وقت يوصل سراها، وش وقت تاخذ كيمياوي، شو وقت توصلها جرعه الكيمياوي. فهذا حال مستشفى الاورام. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي مع هذا المقطع، فمنهم من علق وقال كعمر قال مهزله، هذا البلد من اغنى البلدان وجماعه الامراض السرطانيه متبهذلين بسبب المستشفيات، لا سرير موجود لا بنى تحتيه، وصل الحال بالمرضى ينتظر بالممرات، يموت شخص بالردهه حتى يفرغ سرير ويدخل احد بمكان
الميت، حسبي الله ونعم الوكيل، على كل المسؤولين وعلى الحكومات اللي وصلوا الناس لهذا الحال. ياسمين تقول هسه تحليل مقدور عليه نسوي من برا، مستشفى اليرموك الطابق الثاني للأورام السرطانية، مصعد ما بمصعد عاطل، المريض إذا يأخذ الكيمياوي حتى مشي ما يقدر يمشي، روحه طالعة كيمياوي بجسمه، شون يقدر يوصل طابق الأرضي ألا ينزل درج؟ هو يعاني من مفاصله، هذا وحده مشكلة. الدواء ما موجود في المستشفيات ألا بالحارثية. تقول يا سمين أقل سعر دواء مال كيمياوي ب250 ألف، وين هالحكومة؟ تتساءل. عمر يقول هو هذا العراقي طوابير في كل شيء، وهذا العدد فقط 40 مليون، لو كنا مثل الصين مليار وشوية. يقول العراق بحاجة إلى إدارة تحسن التصرف بمقدرات البلد وتنظم أمور الحياة في كل مفاصلها. أم جعفر تقول والمليارات حصة الصحة من الموازنة وين دا تروح؟ تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، معنا اتصال. معنا اتصال محمد من بغداد، تفضل محمد. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. أنا ما راح أطول عليك، تفضل. أقول لك هذا اللي احنا هذا ألو وياك أخي محمد وياك دكتور. هذا اللي هذا الواقع العراق هو احنا ايش نترجى من واقع العراق؟ هو دولة الإرهاب، دولة الفوضى، دولة القتل والسلب والنهب، دولة الميليشيات، هو هذا اللي يترجى من هذا البلد، من هذا الوضع، هو هذا يتكى هيك. نعم. وأنا حسبي علي هاي وزارة الصحة أو نسلمها هاي تفت هاي السيارة بهاي طريقة مغزية. يعني هو هذا الميت يجي ينقل، يعني هاي المجهولة الهوية بعد القرضة هسه دي ان اي والفحوصات يعرفون هذا منو أخوه، منو أخوه، منو عمه، منو عشيقه، من ياه صغيرة ينفني، من ياه في الدم، من ياه عمام كذا. يعني قلت لك هو دولة الخرافات، دولة الجهل، دولة القتل، دولة السند، دولة الفوضى، دولة عصور الجاهلية، رجعونا على عصور الجاهلية. وهاي رسالة هاي اللي مسوي شيء. نعم. يعني حتى همين السيارة لونها أحمر، يعني دموية، رسالة دموية. يعني اللي جاسر على الحكومة واللي جاسر على الوضع عند العراق هذا مصيره. وأنا أشكرك. أنا أشكرك أخي محمد من بغداد كان معنا. أبو علي من واسط، مرحبا بك أبو علي، تفضل عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء النور يا أهلا بك. حياك يا اهلا. الكريم صراحه يعني احنا ما نعم كل المشاكل اللي عرضتهم او السرطان نسال الله الشفاء ان شاء الله. يعني اخر الاحصائيات تقول انه يعني كل شهر تجي من 100 الى 150 حاله. نعم. للمستشفيات مراجعه، بالاضافه انك تدفع $1,000 حتى تاخذ الجرعه الكيماويه. نعم. شوف المأساة استاذ. من توصل الجرعة الكيماوية بسبب الشحة ما ينطنك الجرعة الكيماوية كاملة. نعم. ينطنك حوالي من 60 إلى 70% من الجرعة. ومن تطلع لا نعم. دولار تأخذ العلاج اللي تأخذه بعد الجرعة. زين وين الدستور اللي هم متشربين به؟ نعم. كفل الدولة بعلاج المواطن مجاني. نعم. اللي قلت ذكرتك الأمور هذه كلها وين المجاني اللي يقدم؟ يعني من يطعون هم سمى من واحد من عندهم إن شاء الله نقول ينصاب بسرطان، اللي كل من أخذ الشعب أموال الشعب العراقي يتعالج بالعراق ولا يتعالج برا؟ أكيد راح يتعالج برا. ومنين؟ من فلوس العراقيين. نعم. حنا بس أسنان فلان كرم القناة بواسير فلان كلفت عليها مليارات من الشعب العراقي. 50 مليون. رحم الله والدي. فاحنا يعني ما اكو مشاكل من نشوف الجثث تنقل بالبيك اب. اكو مقوله هي يقول من اساء العقاب من اساء من امن العقاب اساء الادب ساء الادب. نعم. يعني لو اكو دوله واكو يعني حتى الجثث منين طلعت؟ مو اكو شهاده وفاه؟ نعم. حتى لو كان مجهول الهويه. نعم. اكو شهاده وفاه يعني تنطيطون رقم ويندفن مع الرقم. زين مو يطلع اكو معامله؟ زين شلون يطلع؟ أنا شفتهم بال 2007 والله يا نعم نعم شلون البضائع وغيرها بتريلي تخيل يعني طبعا أبو علي هذا ممكن. موضوع الجثث مثل ما أشرنا بأنه بال 2020 تم دفن حوالي 500 جثة وبال 2019 أكثر من 400 جثة. هناك حديث
وتقارير تؤكد بأنه هناك تجارة أعضاء تجري في العراق بشكل مخيف. يعني هذا اليوم شنو جثة مجهولة الهوية وإحنا بال 2022 وأكو فحص الدي إن إي، وين أكو بعد هذا الكلام؟ لكن هناك مخاوف من أنه هذه الجثث تم سرقة أعضائها والتجارة بهذه الأعضاء. لا مو مخاوف أستاذ، هذا لا. أكيدة كل مصادر الجثث المجهولة هذه من المغيبين والسجون اللي ببغداد وبالمحافظات الباقية اللي أساسا ما بها إحصاء ولا بها سجلات. نعم. فهذه كلها واللي تاجر بها معروفة، اللي هم ماسكين المستشفيات وماسكين في سواء في كردستان ولا في بغداد، هم نفسهم الأحزاب السياسية هو ماسك وزارة الصحة. الله المعين. أنا أشكرك أبو علي من واسط. أبو عبد الله من أربيل، تفضل أبو عبد الله. أهلا وسلام عليكم. وعليكم أستاذ. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحييك وحي قناتكم وحي المستمعين والمشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بك. رأيي نعم طيب رسالة مبطنة للأنصار السيد مقتدى الصدر، قل لي ليش شلون بالله ليش شلون هم كلهم متوقعين أنه أنصار السيد الصدر ناوين على مظاهرات وعلى شغلات، لما يورون هالجثث بالشوارع بالأخص منها شغلها ما تشوفها أستاذ بالغربية أو كردستان العراق، ما تلقي شغلاتها بس بالجنوب، هي الشغلة كلها بالجنوب، صار اقتتال بيناتهم على مود المناصب. بس هاي مو أول مرة تصير قضية الجثث، يعني مو جديدة، صارت قبلها. يعني قلت لك أنا بال 2020 500، بال 2019 حوالي 490. نعم هم يوروك الموت تكون ممنون بالسخونة، يقول لك هاي شوف شوف هالجثث هاي هيك يصير بيك باكر او اقعد راح اقعد ببيت اغلى، وبعد اتبدا بشيء ثاني بالنسبة لك. نعم جينا حصل بالبصرة طبعا قبل ما يقيمون البطولة انا اتصور راح نسلم ثلاث عندي او هي يصير بها رمي وشغلات عمود يخافون المنتخبات وما يجون يحضرون الكأس الخليج. أنا أتصور هذا. نعم نسأل الله يعني نسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين. أبو عبد الله أنا أشكرك، كان معنا من أربيل. طبعا نعود لموضوع يعني أمراض السرطان، يعني يرى مراقبون بأن أمراض السرطان تنتشر في مختلف المحافظات العراقية بشكل كبير، ولا توجد مستشفيات مهيئة كافية، لذلك يضطر الكثيرون إلى مغادرة البلاد بحثا عن العلاج. نذهب إلى ملف آخر وهو ملف المطارات العراقية وحال المسافرين الذين يعانون بين الفينة والأخرى من تأخير موعد رحلاتهم أو إلغائها دون إعلامهم مسبقا. إلى محافظة النجف، وأحد المسافرين ظهر بهذا المقطع أو قبل، يعني أحد المسافرين يعني صور خلال رحلته من الطائرة، صور بكاميرا هاتفه النقال حال مطار النجف، صحراء ليس فيه خضار. دعونا نشاهد هذا المقطع وبعدين نجي على تفاعل الجمهور العراقي. يعني مثل ما شاهدنا المقطع، يعني تنتشر الزواحف في المطار وكيف انه صحراء. طبعا كذلك مطار بغداد يعاني من عدم الاعتناء به بشكل صحيح، يعني تعاني المطارات في العراق، بغداد، النجف، غيرها من هذه الصور حقيقة المؤلمة. نبقى في موضوع المطارات، حيث يعاني مطار النجف من الفوضى المستمرة كما يقول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، في الأنظمة الإدارية
وفي كل مرة يتفاجأ عراقيون من الحوادث الغريبة التي تحدث معهم داخل المطار. على الصعيد الأمني أعلنت سلطات مطار النجف منذ عدة أيام ليست ببعيدة بأنها ستعيد النظر بإجراءاتها الأمنية بعدما تمكن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من تخطي 7 نقاط تفتيش أمنية والوصول إلى طائرة متوجهة إلى إيران. اليوم تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد المسافرين يتحدث عن رفض المطار السماح له بالسفر على متن الطائرة المتوجهة إلى مدينة مشهد الإيرانية على الرغم من قطع تذاكر الطائرة وشحن حقائبه ليتم إخباره لاحقا بعدم وجود تذكرة له على الطائرة أو مكان له على الطائرة وفقا لما صرح به، لتذهب حقائبه إلى إيران وليبقى هو في العراق بحسب ما قاله في هذا المقطع. فلنتابع. النجف عزيز المشهد رايح، رحت الصبح وديت الجنازة سلمتهم على الكاونتر، سألني إنه بالطيارة وأنا قالوا لي ارجع ليلك، وبعدين هذا الحجز مالتي يابا وين؟ قالوا لي تروح لك حجز روح ليلك. عم تجاوز الجنازة مالتي سلم ذاك، قال راح بالمشهد وأنت روح من على أهلك. عم نعلي الشيطان، قال والله ما تصير أبوي صعد وأنا وراه، لا ما تصعد. عم جيبوا لي جنط، لا ما لك جنط يا ابن الله وكيكم، الجنط مالتي مشهد وانا قاعد عندها اللي بالنجف هسه، ورحم الله والديكم. بلا تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول اوضاع المطارات ومعاناه المسافرين في العراق. ابو زين العابدين يقول هسه المشكله بالجنط، خاف يوصل من موسكو ما تدري تضحك يقول تبكي على الجنطه. محمد يقول بطار النجف لو تعزل احسن، يقول والله فشلتونا قدام الدول. أما سراج يقول هذا المطار مال تحشيش، خالي ساعة تقبض طيارة وتطلع بدون ضبط العدد الركاب. وهسه الأخ يقول دزوا جنط المشهد بمكاني، وبالمناسبة الطيارة الجاية من برا تمر بهذا المطار تشيل عبرية البغداد. أما أمجد الكردي فيقول تحس جاي يتعاملون مع جهال، يعني مع أطفال، يقول له ارجع إلى أهلك بعدك صغير على الطيران. نعم، معنا اتصال عامر من كركوك، تفضل عامر. أهلا بك عامر، هل تسمعني؟ عامر تسمعني؟ عامر، يبدو أننا فقدنا اتصال مع عامر من كركوك. دعونا نكمل ملفات اليوم ونذهب إلى ملف الخدمات في العراق، ونبدأ بمحافظة البصرة. في مقطع نشره على منصات التواصل الاجتماعي تساءل ناشط بصري عن الاستعدادات الحكومية لاستضافة خليجي 25 العام القادم 2023 وحال محيط المدينة الرياضية حيث مكان الحدث الرياضي. يقول من صور المقطع الذي سوف نشاهده بعد قليل، نرى في الإعلام الكلام فقط كما يقول دون التطبيق على أرض الواقع، فمتى سوف يتم إنجاز المشاريع؟ دعونا نتابع هذا المقطع. هذا جانب من الاستعدادات الكبيرة والمشرفة والمبهجة لاستقبال خليجي 25 في محافظة البصرة. جاي شوفكم النفايات اللي على بعد أمتار من المدينة الرياضية. هاي المدينة الرياضية وهاي النفايات، شوف هاي المدينة الرياضية وهاي النفايات. يعني ما أعرف، إحنا نبقى بهاي التصريحات الفيسبوكية، نبقى بهاي المهازيل، يمتى تصيرون رجال دولة؟ وين البلدية؟ وين الأجهزة المعنية؟ تفضل، هذا اللي قرب المدينة الرياضية، نفايات وأنقاض وأزبال. يعني ما أريد نحكي غير حكي. هذا شوف هذا الأنقاض، يا شوفونه، هاي تفضل، وهاي من ناخذ ندور شبه المدينة الرياضية. أمتار يا مو أمتار. نعم، نبقى مع ملف الخدمات في العراق ومع قضية تبليط الشوارع، حيث أظهر مقطع مصور من أحد سكان منطقة الجنابين يظهر خلال تصويره أحد المقاطع شباب يقومون بإزالة أحد الشوارع في محافظة بابل
يقومون بإزالة الشارع بأيديهم. استغرب المواطنون من الحال الذي وصلت إليه الخدمات في المحافظة، فلنتابع. شوف هذا النت راح يصل فيه نص الجسر. شوف 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 هذا الماخذين عليه مليار، هذا مليار، هذا مليار، والله مليار الا 60 فلشه، كلها فلشه، هذا تبليط، كلها فلشه. شوفه تبليط ماري، شوف هذا التبليط، تفضل تفضل. شوف طقاعه كلها على متبليط، هذا الناس الطف جيعانها، مو يقول 5 امتار نازله بحقها 5 امتار. نعم، نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع الخدمات وسوء الخدمات في العراق. بلال الشمر يقول: عمي الحكاكة ما تمن، الله شاهد أقوى منه، يقصد الشارع عاديش بتشفشير يا الله تنشلع. وليد الجبور يقول: أخوان ترى الجماعة ما عندهم كل خبرة بالعمل وما يقدرون يجيبون شركة أجنبية لأن نسبة البوق تصير شحيحة وقليلة. أما سمير فيقول: هسه يتركون المقاول ويحاسبون اللي يشلعون بالشارع. أما باقر فقال: التبليط بقضاء القاسم مهزلة وكل بوق، ماكو أي رقيب على العمل المقاول بكيفه يشتغل، والجماعة يجون يطقون صورة وينشون والقاسم صار خرابة. يقول: إلى الله المشتكى. نعم، نذهب إلى الهاشتاج. منذ شهور ولا يزال طلبة الدراسات العليا يطالبون بتوسيعة المقاعد الخاصة بهم في الجامعات الحكومية لغرض إكمال الدراسة وتحقيق ما يرمون إليه، وعلى الرغم من مناشدتهم المتكررة لوزارة التعليم العالي والحكومة لم يجدوا آذانا صاغية لمطالبهم، فأطلقوا واسم التوسعة العاجل مطلبنا. دعونا نأخذ بعض هذه التغريدات. زهراء غررت وقالت: توفير المتطلبات اللازمة لتوسيعة المقاعد الدراسية ولكافة القنوات العام والخاص والامتيازات أسوة بالسنين السابقة، من واجبكم يا أصحاب القرار التوسعة العاجلة، لا تبخسونا حقوقنا وقد ذقنا تعب الدراسة وتعب المطالبة بالحقوق. شهد غررت وقالت: من ضمن الحقوق البسيطة التي كفلها لنا الدستور حق التعلم، صفاء مطالبنا قليلة وتكاد لا تذكر، وهي توسعة مقاعد الدراسة أو الدراسات للعام والخاص وذوي الشهداء وغيرها. أما تغريدة أخرى فتقول: تشرين الثاني على أبواب الانطلاق، لجنة التعليم وضعناكم من أجل تحقيق المطالب ولم يتحقق أي شيء، حملت الشهادات العليا الطلبة الاحتياط المطالبين بالتوسعة، جهزوا أنفسكم من أجل خروج للاعتصام ولا تراجع حتى تحقيق المطالب، التوسعة العاجلة مطلبنا. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله، في أمان الله.